وصلنا معكم مشاهدي الكرام لآخر أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، وتفاصيل الأخبار مع دينا شرف. تفضلي دينا. شكرا لك إلهام، شكرا لك مصطفى، والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أكد وزير البترول طارق الملا أن هناك نسبة كبيرة من كميات الزيت الخام في الحقول المتقادمة تمثل فرصة لمختلف شركات البحث والإنتاج في ظل الأسعار العالمية المرتفعة، وذلك لبدء العمل على التنمية والإنتاج من هذه الحقول. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ورشة عمل حول الاستفادة المثلى من الحقول المتقادمة، والتي انطلقت فعاليتها في حقول الشركة العامة للبترول بمنطقة رأس غارب بالصحراء الشرقية، وتشارك فيها كبريات شركات الإنتاج والخدمات البترولية المصرية والعالمية. قام البنك المركزي المصري بإطلاق استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، مما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي. تم إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية. وإلى سوق المال، حيث تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات مستهل جلسات الأسبوع وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب قابلتها عمليات شراء من قبل المصريين والعرب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 691.2 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 10010 نقاط، يتراجع بنسبة 0.7%، ويغلق عند مستوى 9940 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 2217 نقطة، ليغلق عند منخفضا عند أو بنسبة 1.4% عند مستوى 2184 نقطة. وفتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 3156 نقطة بتراجع بنسبة 1.9%، ليغلق عند مستوى 3222 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.60 جنيه للشراء و 19.70 جنيه للبيع. اليورو سجل 19.09 جنيه للشراء و 19.20 جنيه للبيع. الجنيه الإسريني سجل 21.72 جنيه للشراء و 21.85 جنيه للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.33 جنيه للشراء و 5.36 جنيه للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5.21 جنيه للشراء و 5.24 جنيه للبيع. وفي منطقة الخليج، وصلت البورصة السعودية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي وسط عمليات بيع لجني الأرباح، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 1.6%. وعلى جانب آخر، كانت الأسواق في البحرين والكويت وسلطنة عمان مغلقة بسبب عطلة رسمية. ختام أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى إلهام ومصطفى، إليكما. شكرا لك دينا.